تجربة يا باشا، هعرض معاك النهاردة تجربة إن أنت تضاعف، تمام، وترجع على الرهان الأساسي، تضاعف وترجع على الرهان الأساسي وشوف النتيجة في الآخر. دي استراتيجية بتشرحها ناس محترمين بياكلوا عيش على قنوات مشهورة كبيرة، مفيش داعي لذكر أسماء. ماشي، دي اسمها الاستراتيجية إن أنت تضاعف وترجع. والله لو عملت إيه؟ والله لو عملت ايه، اللعبة كده كده، لو عايز تخسرك هتخسرك، هتكسبك هتكسبك، ولو كسبتك عارفك هترجع تاني. اصلا لو لاحظت في التطبيق وانت بتثبته، التليفون بيحذرك بيقول لك التطبيق ده مصاب بفيروسات. انت طبعا بتقول له تجاهل، انت عارف الفيروسات دي بتعمل ايه؟ الفيروسات دي بتنقل المعلومات اللي عندك، طريقة تفكيرك وتعاملك على التليفون ازاي. يعني انت لما بتبقى بتلعب كده، التليفون الفيروس اللي موجود على التطبيق بيرسل معلومات عنك، طريقة لعبك، فاهمني، دوسك في الرهان، بيعرف انت متوتر ولا مش متوتر، ولا انت عايز تكسب ولا انت عايز تعمل ايه. في اللحظة دي هي اللعبة، السيستم بيحكم عليك ان هو يكسبك او يخسرك. وفي الاول وفي الاخر انت كده كده هتخسر، انت كده كده هتخسر. فانت يعني لما انت هتخسر، طب انت، ما انت اولى بالفلوس دي، انت اولى. انت حرام عليك يا جدع، انت بتطلع تشتغل بتتغرب، يعني الفلوس دي يعني مصدرها ايه؟ طيب اللي انت بتلعب بيها، وانت يا اختي اللي مدمره نفسك ومدمره حياتك بسبب لعب الامور ولعب، عشان تكسبي فلوس في الحرام وتوكلي عيالك فلوس من الحرام، برضه هتخسري، كله هيخسر. مفيش حد، انا عايز واحد يثبت لي اثبات انه يعني بينه وبين نفسه كده وبينه وبين ربه، يجي في التعليقات ويقول لي انا كسبت مبلغ من اللعبة دي. نفسي واحد يثبت لي، مفيش واحد يجي يقول لي انا خسران عايز اعوض. يا باشا انت هتعوض ايه؟ كده كده هتخسر تاني. انا عوضت النهارده هتخسر تاني يوم. ان كسبت 10 ايام ورا بعضهم اللعبه هتطمعك وهتقول العب تاني وهتخسر برضه، فاهمني، هتخسر. ده فيديو خساره 2000 جنيه في 5 دقايق، في اقل من 5 دقايق، فاهمني. يعني انا المفروض ان انا كنت اكسب مثلا على الاقل 500 جنيه اسحبها كده واقول خلاص ده انا كسبت محدش قد. لكن خلاص بص، جربت كل الاستراتيجيات مفيش حاجه. انا ده سيستم عايز يكسب هيكسب، ولو كسبك عارف هيجيب من وراك ايه. فانت راجع نفسك وحاول تتخلص من المرض ده، حاول تتخلص من المرض بتاع القمار والمراهنات والقنوات اللي بتساعد الناس منهم لله، القنوات اللي بتشجع ان الناس تشترك منهم لله. وفي مفاجأة نازلة قريب جدا بخصوص البرموكود. بالبرموكود بالمناسبة انا قفلت البرموكود بتاعي، الاثنين برموكود بتاعي قفلتهم، اللي فان وان اكس بيت وميجا بيري، الاثنين قفلتهم والحمد لله مش هلعب برموكود تاني. وكل فيديوهاتي هتنزل عن طريق الخسارة ونصايح بعد اذن الناس المحترمين. محدش يكلمني تاني بيقول لي انا عايز اعوض والكلام ده. انا جربت كل الاستراتيجيات، ما فيش حاجة اسمها هتعوض. كل اللي هتعوضه ان انت تسيب مواقع الرهانات دي، ساعتها بس هتكسب نفسك وهتكسب فلوسك. انما لو ترجع فلوسك اللي انت خسرتها فانت هتخسر قدها تاني. راجع نفسك يا غالي، محدش هينفعك، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يتوب عليك من اللعبة دي. والسلام عليكم ورحمة الله.